دكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق، يعني نقدم خالص التعازي دكتور نبيل في الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا في يعني خلال الأيام الماضية على مدى 12 يوما ترتكب إسرائيل مجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تصعيد عسكري غير مسبوق. هل تختلف العملية العسكرية الإسرائيلية هذه المرة عن التاريخ الدموي الطويل للفلسطينيين للإسرائيليين بحق الفلسطينيين؟ أنا استمعت إلى العرض الذي تقدم قبل قليل، وهو عرض دقيق وشامل ووافي، يذكر بسلسلة المجازر التي قامت بها إسرائيل وبكل أسف قامت عليها إسرائيل. أعتقد أن المشهد الحالي هو امتداد لهذه المجازر، هو امتداد للسياسة الحربية لإسرائيل التي رفضت وقاومت أي إمكانية لسلام نهائي ودائم خصوصا بينها وبين الفلسطينيين، واختارت الحرب. هذه ليست الأولى، وإذا ظلت إسرائيل تفكر بهذه الطريقة فلن تكون الأخيرة. وهذه مسألة الآن إسرائيل أمام خيار، بعد الذي حدث أعتقد أن فكرة السلام تتطور في العالم، وأصبح كثير حتى من الإسرائيليين يقولون إن الاستمرار في سياسة الحرب، وبين كل حرب وحرب تقع معارك صغيرة أو متوسطة، هذه مسألة لم تعد مقبولة لا بالنسبة للشرق الأوسط ولا بالنسبة للعالم. لذلك أنا أرى رغم هول الفاجعة التي نحن فيها ورغم العدد الهائل من الشهداء ومساحة الدمار الواسعة، أنه بعد هذه الحرب قد تكون هنالك فكرة لتحرك سياسي جدي باتجاه السلام، وإن فوتتها إسرائيل فتكون هي الخاسرة كما هي خاسرة الآن رغم كل الذي تدعيه من إنجازات عسكرية على شعب محصور في قطاع غزة في مسافة لا تزيد عن 300 كيلومتر مربع تصب عليها نار. طب دكتور نبيل، يعني تتحدث عن إمكانية تحرك سياسي تجاه السلام في الفترة المقبلة، كيف يمكن أن نأمل في تحرك سياسي تجاه السلام مع وجود دعم وتأييد مطلق من جانب الولايات المتحدة؟ صحيح لم يختلف عن السنوات الماضية، ولكن ما شهدناه من زيارة جو بايدن وتأييده الكامل وإنكاره لما قامت به إسرائيل في مجزرة المستشفى المعمداني، يعني كل تصريحات بايدن تنم عن تأييد مطلق وأعمى للتحركات الإسرائيلية، كيف نأمل في ظل هذا الموقف الأمريكي في لتحرك سياسي تجاه السلام؟ دكتور نبيل عمرو، يعني أكرر سؤالي مرة أخرى عن يعني الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، شهدناه من خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل ودعمه المطلق وإنكاره حتى للمجزرة الإسرائيلية بحق مستشفى المعمداني في غزة. أنا استمعت إلى العرض الذي تقدم قبل قليل، وهو عرض دقيق وشامل ووافي، يذكر بسلسلة المجازر التي قامت بها إسرائيل وبكل أسف قامت عليها إسرائيل. أعتقد أن المشهد الحالي هو امتداد لهذه المجازر، هو امتداد للسياسة الحربية لإسرائيل التي رفضت وقاومت أي إمكانية لسلام نهائي ودائم خصوصا بينها وبين الفلسطينيين، واختارت الحرب. هذه ليست الأولى، وإذا ظلت إسرائيل تفكر بهذه الطريقة فلن تكون الأخيرة. وهذه مسألة الآن إسرائيل أمام خيار، بعد الذي حدث أعتقد أن فكرة السلام تتطور في العالم، وأصبح كثير حتى من الإسرائيليين يقولون إن الاستمرار في سياسة الحرب، وبين كل حرب وحرب تقع معارك صغيرة أو متوسطة، هذه مسألة لم تعد مقبولة لا بالنسبة للشرق الأوسط ولا بالنسبة للعالم. لذلك أنا أرى رغم هول الفاجعة التي نحن فيها ورغم العدد الهائل من الشهداء ومساحة الدمار الواسعة، أنه بعد هذه الحرب قد تكون هنالك فكرة لتحرك سياسي جدي باتجاه السلام، وإن فوتتها إسرائيل
فتكون هي الخاسرة، كما هي خاسرة الآن رغم كل الذي تدعيه من إنجازات عسكرية على شعب محصور في قطاع غزة في مسافة لا تزيد عن 300 كيلومتر مربع تصب عليها نار. دكتور نبيل نعم، هل أيوة. هل زيارة جو بايدن إلى إسرائيل، زيارة جو بايدن لإسرائيل، هل ترى أنها تقدم دعما مطلقا للجانب الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين؟ كيف ترى تأثير هذه الزيارة على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؟ أشكرك دكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق، كنت معنا على الهاتف من رام الله.